السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. حقق فريق النجمة ممثل كرة اليد البحرينية فوزه الثالث في البطولة الآسيوية 18 للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعدما تغلب على فريق مسقط العماني ب 27 هدفا مقابل 17، ليؤكد تواجده في منصة التتويج محافظا في الوقت ذاته على آماله في تحقيق اللقب الآسيوي. افتتح منتخبنا الوطني للشباب البطولة الدولية الودية لكرة القدم بالخسارة أمام نظير المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة خليفة الرياضية. أهداف المكسيك جاءت عن طريق كل من روميرو أوديفلين وموريل، فيما سجل عبد العزيز خالد الهدف الوحيد لمنتخبنا الوطني، ليرفع بذلك المنتخب المكسيكي رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة الترتيب العام للبطولة. وفي اللقاء الافتتاحي للبطولة تغلب المنتخب المالي على نظيره الياباني بهدفين دون مقابل. المنتخب المالي تقدم بالهدف الأول عن طريق صديق مايكا في الدقيقة 43 قبل أن يضيف أبو بكر ترواي الهدف الثاني عند الدقيقة 52. يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم تحضيراته لاستضافة منتخب اليمن غدا في التصفية الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا. وخلال تدريب الأمس تأكد غياب الحارس الأساسي وقائد منتخبنا الوطني السيد محمد جعفر عن الأحمر بسبب الإصابة. لا شك أن هذه المرحلة نسميها المرحلة الأخيرة من مشاركة المنتخب في هذه التصفيات، يعني مرحلة مهمة جدا. صحيح أن احنا يمكن لم يحالفنا الحظ بأن نكون من ضمن الفرق المتأهلة لتصفيات كأس العالم أو اللي عندها فرصة للتأهل لكأس العالم، ولكن أعتقد احنا أمامنا من الكثير من العمل ولتركيز لما هو قادم في المستقبل، ولكن الآن مهمتنا اتجهت إلى نحو التأهل إلى بطولة كأس آسيا أو التأهل إلى تصفيات كأس آسيا اللي راح تقام في مارس 2017، فلذلك تركيزنا كله أن احنا نكون من الفرق اللي راح تكون تحصل على نيل هذه التأهل لهذه البطولة المهمة، لأن أعتقد الآن المنتخب يمر في مرحلة مهمة وأمام مبارتين، مباراة في أرضنا ومباراة في خارج الأرض.